على بركة الله خوتي، والرتبة رقم 10 في أحسن الشواطئ المغربية. واحد البحر اللي جا في الجنوب سميتو الجزيرة. قبل ما نشوفوا في لي فيديو اللي غيعرفونا بهذا البحر، نبغي نقول لكم أنكم تقدروا تمشيو ليه سواء من تيزنيت بثمن 10 15 درهم في الطوبيس غيديكم ديريكتومون حتى البحر ديال الجزيرة، أولا من سيدي إفني بثمن 15 دراهم. هذا البحر فيه جوج ديال الحوانت، فيه بزاف ديال القهاوي، فيه دي زوتيل ابتداء من 150 200 درهم اون فاس مع البحر. الناس اللي كيسولوا على الكومبينغ بوسيبل تحط لا طون ديالك، غير هي ملي تيكون البحر عامر بزاف في الصيف من الاحسن تبعدوا شويه صافي غتحطوا. بالنسبه للقوس ديالو اللي معروف انه طاح، هذاك راه غير قوس واحد، هو اكبر الاقواس اللي كاينين في الجزيره، باقين 6 ديال الاقواس. البحر اللي كاين في الرتبه رقم 9 في التوب 10 ديال احسن الشواطئ المغربيه اللي هو البحر ديال المهندس. استثنائي، تقدروا تمشيو ليه من ناظور، تركبوا في طوبيس 7 دراهم لقريه اركمان، ومن قريه اركمان ب 10 دراهم غيديكم حتى البحر ديال المهندس. هو واحد البحر اللي بلا رمله، كيتميز ان 15 كيلومتر فيه كلها كوكياج، وتقدروا تحطوا لا طون ديالكم، ما كاينش اللي يهضر معاكم غير ما كاينش حوانت، خصكم تجيبوا ضروري السلعه. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على لي زوتيل، تقدروا اما في قريه اركمان او الناظور، كاينين دي زوتيل. والبحر اللي فاز بالرتبه رقم 8 في احسن الشواطئ المغربيه هو البحر ديال باديس، او اللي معروف بجزيره باديس نسبه لجزيره قمره اللي كتكون اونفاس معاه. واحد البحر اللي زوين بزاف ترونكيل باش توصلوا ليه، سواء غتجيو من الحسيمه بثمن 25 درهم ديريكتومون حتى لباديس، الا ما لقيتوش اخويا سيروا ديريكتومون الرواد اللي واقع على 13 15 درهم، من تما اخويا غتلقاو ترونسبور غتفاهموا مع طاكسي 150 درهم 6 ديال البلايص غيديكم ديريكتومون حتى الباديس. او الا كنتو جايين من تطوان ولا كتما غتحبسوا في الرون بوان ديال بني بوفراح وغتشدوا طاكسي حتى لطوريس، من تما غتبقى لكم اخوتي 15 دقيقه كلها مناظر طبيعيه. البحر اللي فاز بالرتبه رقم 7 في التوب 10 ديال احسن الشواطئ المغربيه هو البحر ديال الوالديه. بزاف ديال الناس ما كيعرفوش، هو واحد البحر اللي زوين بزاف، كيشبه نوعا ما البحر ديال الداخله، كيمتاز بالنظافه ديالو اخوتي. تقدروا تشريو فيه ابتداء من 150 200 درهم في مدينه الوالديه، اولا تشريو دي زوتيل ابتداء من 70 درهم. البحر رقم 6 في التوب 10 ديال احسن الشواطئ المغربيه هو البحر ديال امسوان. واحد البحر اللي عزيز عليا بزاف، دوزت فيه بزاف ديال الذكريات. تقدروا تمشيو من الصويره 20 درهم غيحطكم حتى غيحطكم في الطريق، غتبقى لكم 15 20 دقيقه باش توصلوا للبحر ديال امسوان، اولا تشدوا خطاف من تما ب 5 دراهم غيديكم ديريكتومون لامسوان. فيه ديور للكره ابتداء من 150 درهم اون فاس مع البحر، اون شومبر ولا دو شومبر وكوزينه، داكشي زوين بزاف. عاد زيد اخوتي كاين ان كومبينغ انترديت تحط في البحر، ولكن تقدروا تمشيو للكومبينغ شاده واحد القاوريه كومبينغ اللي هو زوين بزاف. بلا ما نهضر لكم اخوتي على البادي سيرف والكايت سيرف وبزاف ديال الرياضات اللي كيتمارسوا خصيصا
بالنسبه للبحر اللي فاز بالرتبه رقم 5 في التوب 10 ديال احسن الشواطئ المغربيه هو واحد البحر اللي سميتو كيمادو. جا في سونتر ديال الحسيمه، الديكور ديالو جا واحد الديكور اللي زوين اون بلوس اخوتي الماء ديالو صافي بزاف وتقدروا تمارسوا فيه الغوص وبزاف ديال لي زاكتيفيتي. الحاجه الوحيده اللي ناقصه داك البحر هما الماج ديال السيرف ويكون احسن بحر من في الشواطئ المغربيه. البحر رقم 4 في التوب 10 ديال احسن الشواطئ المغربيه، واحد البحر اللي كيجيو له السياح من العالم كامل نظرا للامواج ديالو، عنده واحد الامواج اللي زوينه بزاف سيرتو السبوت ديال شارطان. هذا البحر كون طال عالميا في السيرف بحال ايوب الرشيدي، انس الحدار وبزاف ديال المواهب، اللي هو البحر ديال مهديه. تقدروا تمشيو ليه من القنيطره ب 7 دراهم في الطاكسي، اولا تمشيو ب 5 دراهم في الطوبيس، سواء من المدينه سواء من الواد. اما بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الكرة، الناس اللي بغاو دي فيلا راهو ما كاينين انفاس مع البحر، الناس اللي بغاو سكن اقتصادي غيمشيو للقصبه بعيده 15 دقيقه على مهديه. بحر اخوتي اللي زوين بزاف، قريب عليه سيدي بوغابا ولي كومبيتيسيون ديال السيرف، فيه لي زيكول ديال السيرف، اي واحد بغى يتعلم السيرف اجواء زوينه بزاف اخوتي في بحر ديال مهديه. البحر اللي فاز بالرقم 3 في التوب 10 ديال احسن الشواطئ المغربيه هو البحر ديال مرس الدار اولا الجبهه، واحد البحر اخوتي اللي زوين بزاف ترونكيل. الاغلبيه ديال المبدعين كيمشيو لذاك البحر باش يلقاو الالهام لانسبيراسيون باش انهم يخدموا دي بروجي جداد. البحر اللي زوين بزاف مشكون من ثلاثه ديال البحيرات، وحده فيهم اللي معروفه بزاف، عاد كاينين واحد البحيرات اللي بحال بحيرات بريفي وتقدر تمارس تما بزاف ديال الرياضات. بالنسبه لي زوطيل الخاص ما كاينينش، ولكن تقدروا تكريو ديور عائليين ابتداء من 150 درهم اولا تمشيو للكومبينغ اللي كاين في الجبهه. بالنسبه للكومبينغ اخوتي تقدروا تخيموا غير في الكومبينغ، ما تقدروش تمشيو تخيموا في السوفاج، يهضروا معاكم الجندار. كيتواجد ما بين تطوان والحسيمه، الا بقيت عاقل ترونسبور من الحسيمه 100 درهم ومن تطوان 70 درهم. بالنسبه للبحر رقم 2 في الكلاسمون ديال افضل الشواطئ المغربيه هو البحر ديال تغازوت. تقدروا تمشيو ليه في طاكسي الا بقيت عاقل ب 10 حتى 15 درهم ديريكت تمشيو تغازوت، واحد البحر اللي معروف بالسيرف سكيت بارك بزاف ديال السبوطات اللي كاينين قريب لذاك البحر. اكثر حاجه زوينه في داك البحر اكثر من الموج ديالو هي لومبيونس اللي فيه والناس اللي كيزوروه، واحد الناس اللي كلهم بيس كتحس براسك انك في الجنه ديال تريبرز. بالنسبه لافضل شاطئ في التوب 10 ديال افضل الشواطئ المغربيه، نتوما اللي غتاخذوا القرار اخوتي، سواء داخله المعلومات على هذا جا هضرت عليهم في اول حلقه من تشجيع السياحه الداخليه، سواء كالابونيتا اللي جات قريبا الناظور اللي غنهضر لكم عليها في الحلقه الجايه في تشجيع السياحه الداخليه. هادشي اللي كاين اخوتي، نتوما اللي غتاخذوا القرار شكون هو البحر اللي احسن، واش داخله واش كالابونيتا. نتمنى لكم ما طولتش عليكم لا فيديو وتكونوا كتستافدوا من المعلومات.